فكرة التحول الرقمي التي تسعى الدولة لتطبيقها في كافة قطاعاتها تعتمد على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مميكنة وإلكترونية، بعيداً عن الأوراق والطرق التقليدية التي تستنفذ الوقت والجهد، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وقطعت شوطاً كبيراً على طريق إتاحة خدماتها إلكترونياً. بدأتها أولاً بتطوير بنيتها المعلوماتية والأنظمة الرقمية بقطاعاتها لإتاحة الخدمات إلكترونياً من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية، وكذا عبر تطبيق الوزارة الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية. فضلاً عن إنشاء منصة موحدة للتحقق الرقمي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل، وبما يتيح الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية الجماهيرية التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المنصة ما يقارب 500,000 مواطن. قطاع الأحوال المدنية يقدم خدماته إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ومركز الخدمة الصوتية، فضلاً عن استحداث ماكينة آلية لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة جاري تطويرها لإتاحة المصدرات الأخرى من خلالها. كما يتاح عبر الموقع استخراج تصاريح العمل، وكذا صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المدرج بصماتهم العشرية بقاعدة بيانات الأدلة الجنائية، فضلاً عن إتاحة خدمة الإخطار عن بيانات العين المؤجرة، شقق، محلات، مزارع، وكذا خدمات المواطنين السابق تأديتهم خدمتهم العسكرية بالوزارة. وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإنشاء مركز بيانات ضخم لربط الإدارة بكافة منافذ الجمهورية والإدارات النوعية للتيسير على المواطنين في إنهاء خدماتهم، فضلاً عن إمكانية الحصول على خدمات إدارة الهجرة والجنسية وطلب شهادة تحرقات عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما أنشأت الوزارة منظومة إلكترونية للحج الموحد تقدم خدماتها لكل راغبي أداء فريضة الحج في مصر، وعملت كلية الشرطة على وضع نظام حديث لقبول الطلبة بالكلية يعتمد على منظومة رقمية متكاملة بداية من التقدم حتى إنهاء الإجراءات. كما يتاح استقبال طلبات زيارة نزلاء السجون إلكترونياً والرد عليها في حينه. وتعمل وزارة الداخلية في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة على تطوير منظومة المرور من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً عبر منظومة تكنولوجية حديثة تسهم في تحقيق الانضباط على الطرق، حيث تم استحداث الملصق الإلكتروني كخطوة مهمة في تطبيق تلك المنظومة، إضافة إلى إتاحة خدمات المرور بخاصة التراخيص إلكترونياً وسداد الضرائب والرسوم من خلال بوابة مرور مصر، ويتم دعم كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها الرسمية على الإنترنت بآليات دفع وتحصيل إلكتروني لسداد مقابل تلك الخدمات من خلال كروت الدفع الائتمانية أو شركات الدفع والتحصيل، تماشياً مع توجه الدولة نحو الشمول المالي. كما حرصت الوزارة على الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التحليل والتنبؤ بما يسهم في التعامل مع الأزمات على أسس علمية حديثة، وكذا الرد على استفسارات المواطنين آلياً وتعريفهم بالخدمات الإلكترونية، فضلاً عن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية لتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ب81 قسماً شرطياً بسبع مديريات أمن تمثل نطاق المرحلتين الأولى والثانية، وجاري استكمال باقي مراحل المشروع تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية، وكذا التعامل مع هيئات ووزارات الدولة في مجال تدقيق وتنقية واستكمال قواعد البيانات القومية من خلال المحاول الرقمي الحكومي. الإشارة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قواعد البيانات المتكاملة، والذي يهدف إلى بناء بيئة معلوماتية وتكنولوجية تساعد على تحقيق التكامل بين كافة جهات الدولة من خلال بناء منصة خدمات حديثة بصورة متكاملة
وسوف يعمل على تحسين جودة البيانات وربطها بالرقم القومي. هذا وتستمر منظومة التحديث والتطوير للخدمات الأمنية لتنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار.